میں بے حد مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی فیاض تبسم اور بانیان محفل ذوالفقار ٹھیکیدار یاسین صاحب اور دیگر انجمن دے ساتھی جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی پیاری محفل سجائی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے محفل سجانا اپنی بارگاہ وچ قبول حضور فرمائے. قرآن پڑھنا سنت ہے, سننا فرض ہے. دعا کرنا کہ اللہ میرا قرآن پڑھنا تھوڑا سن اپنے بارگاہ وچ قبول حضور فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء وله الجوار في البحر كالأعلام
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظون
كراما وبلغنا رسوله النبي الكريم